طلاب الشرقيين السعوديين في جامعه اسكندريه عاملين معرض عن عوده حرس الجامعه او بالاحرى عوده الداخليه على اسوار الجامعه بعد قرار الحكومه بعوده الداخليه على اسوار الجامعه ودخولها الجامعه ان لزم الامر. طلاب الشرقيين السعوديين النهارده بيعلنوا بوضوح رفضهم القاطع لاي عوده من وراء مره اخرى حق اكتسبت الحركة الطلابية من طرد الحرس الجامعي بره الجامعة. لا يمكن ان الحكومة تفكر ان هي ممكن تيجي على الحق ده او تسرقه مرة تانية، لانه الحركة الطلابية ببساطة دفعت الثمن دم من صفوفها علشان الحق ده. شهدت بداية دراسة عدة فعاليات خللت من ضمنها فعاليات لمظاهرات مؤيدة لرجوع محمد مرسي وجماعة الإخوان، وتقللت مظاهرات مضادة ليها بتأيد ما حدث 30 يونيو وتأييدا للسيسي. المظاهرات الأول كانت بشكل طبيعي جدا، كان كل فصيل بيقدم مظاهرات سلمية تامة. تطورت الأزمة فيما بعد لحدوث اشتباكات بين طلبة الإخوان وطلبة المؤيدة ل 30 يونيو والسيسي، بحجة ان طلبة الاخوان بيدعموا فلوس الاشتباك لاحداث مزيد من التعاطف من قبل الطلبة، وطلبة الطلبة المؤيدة للسيسي وحكومته بتشجع العنف لعودة حرس الجامعة وعادة الداخلية مرة اخرى لصفوف الجامعة بعد طرد الداخلية في شهر اكتوبر بحكم محكمة القضاء الاداري في 2010. الحركة الطلابية قدمت العشرات من الحلول والمقترحات للحكومات المتلاحقة بعد الثورة بخصوص تأمين الجامعة، قدمت مقترحات بخصوص تأهيل الأمن الإداري للجامعة لممارسة دوره في تأمين الجامعة. دور الإدارة في الوضع ده هو وقف دور المتفرج تماما. الإدارة بالأمن الإداري كان رد فعله للطلبة، احنا ملناش دعوة، واللي عايز يدخل أمن يبقى يعمل بلاغات في الاسم، وده حصل بشكل حقيقي فعلا في كلية حقوق من قبل أمين مصطفى وكيل الكلية لما قال للطلبة حصل اشتباكات يوم الأربعاء، وقال للطلبة إن اللي عايز الأمن يروح يعمل محاضر في اسم بنشر. احنا بس بنأكد على ان الحكومة مش هينفع تنقلب مرة تانية على مكاسب من مكاسب يناير قام علشان بعض المكتسبات، مش هينفع ان بعض المكتسبات دي الحكومة بدعوة حفظ الامن ان هي تنقلب على المكاسب دي.